اصطدم من اللي انا قلته له. بعدها الحوار اتفشكل. البنت سابته. ايوه طبعا ذكيه. وعمه قال لي انا عمه هوت، وانا بقول لك اعتبر ان يعني ما تجيبيش سيرتي وانت كلمتيني، انا اعتبر ان انا ما سمعتش حاجه. وحل الموضوع مع ابوه. رجعت لابوه ورجعت لناس تانية يعني من عندهم، يروحوا لابوه ويتحايلوا عليه يحل الموضوع. ومش حل الموضوع بقى لحد الشهر الثامن وانا حامل، بيتحايلوا عليه ان هم يعملوا التحليل. يعني قالوا ساعه ما تولد، لو عايزه تولد في امريكا هنولدها، اللي هي عايزاها نعمله لها ساعه ما تولد، وساعه ما تولد نعمل التحليل. طلع بنتنا يبقى هيكتب عليها رسمي وهتيجي تعيش وسطينا غصب عنه، وهيبقى ليها حق زيها زيه. عظيم. ده لحد الولادة، اللي هو فضلوا بقى ينيموا فيا ويسكتوني لحد الولادة. ولدتي؟ ولدت. بهدلت احلى بهدلة. ليه؟ كنت تعبانة قوي. مين كان معاكي في ولادتك؟ كانش معايا حد غير ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله. كلمت صاحبه يعني واحد صاحبه اسمه محمد، كلمته قلت له انا في المستشفى لوحدي بولد، جاني وشافني وانا بولد. راح كلمه قال له البنت بتولد في المستشفى وتعالى ومش عارف ايه، قال له خليها تموت. دخلت ولدت وكانت ولاده طارئه، ما كنتش والده في شهر. تنزلت كتير واتبهدلت طول فتره الحمل بقى، كنت بعلق في محاليل دم وحديد، وكنت تعبانه، كان عندي فقر دم. بهدلت. انا قعدت 4 ساعات في اوضه العمليات اغمى عليها مرتين، كانوا رابطين لي ايدي دي وايدي دي، ايد فيها الدم وايد فيها محاليل الضغط. الدكتور ما كانش عارف يفتح لي، وخدوا مني البنت، قعدت 9 ايام في الحضانه. وانت مشيتي؟ رحت عند صاحبتي اللي انا قاعده معاها دلوقتي. انت عامله ايه بقى دلوقتي؟ ولا اي حاجه. بقالي من شهر 10، انا كنت والده 14، من شهر 10 لحد دلوقتي بتحايل عليهم كده يعملوا التحليل. كتيري ليه يا امين؟ عشان تجيبي لي حقي. اللي في دماغك؟ انا مش عايزه حاجه منه، مش عايزه غير شهاده ميلاد للبنت بس. سميتيها ايه؟ تولين. طيب سميتي تولين وتمام، بس انا معاكيش شهاده ميلاد. لا ما اتطعمتش لحد دلوقتي، كل اللي بروح بيها واحده صحيه يقولوا لي عايزين قسيمه جواز، عايزين بابا. اخواته البنات فين؟ اخواته البنات كانوا بيكلموني في الاول طول فتره الحمل، يعني 2 كلموني، وواحده دخلت كلمتني وشتمتني، والكبيره كانت بتقول لي احنا معاكي زي ما انت عايزه، عايزاه يكتب عليكي ويكتب البيبي باسمه هيكتب عليكي، عايزه تنزلي اللي في بطنك يفضل معاكي لحد ما تنزليه وتقومي سليمه زي ما هدك. يعني كان فيهم اللي متعاطف معايا وكان فيهم اللي بيبهدلني. هو الواد الوحيد؟ هو متدلع؟ اللي هو بقى شاب معاه عربيه ماسك ايفون، وابوه في البترول وهو في البترول. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. باباكي بقى من القصه دي عامل معاك ايه؟ القصه دي بعد انا ما حبسته قالوا لي عايزين حد من اهلك يتواصل معاكي، يتواصل معانا ونشوف باباكي او جدك او عليك عم كبير او كده، واحنا هنروح له لحد عنده يا يجي لنا. قلت لهم تمام ماشي. المهم ليا ابن عمي هو اللي كان عارف بالموضوع ده وكان واقف جنبي، اتكلمت معاه وهم كلموه قالوا له وصلنا بابوها. هم كلموا بابا وحكوا له على الموضوع، بابا رد عليهم قال لهم انا هختصر لكم الموضوع، اللي في بطنها ده مش تبع كريم، ده تبع حد تاني واحنا نعرفه، وهاتوا لي 150,000 وانا سقطها لكم. ابو كريم رد عليه وقال له انت كده بتبيع في لحمك. قال له انا اللي بقول لك عليه ده هو اللي حصل، وبنتي كذا وبنتي كذا وبنتي كذا وبنتي كذا. راح قافلين التليفون معاه ما كلموش تاني. ابوكي قال كده؟ بعدها لما بدا اي حد يتواصل معاهم، يعني ناس واقفه جنبي عايزه تتدخل تحل وتتواصل مع اهل كريم وتكلم باباه او خاله، اي حد يكلمهم يسمعوه التسجيل بتاع ابويا، شوف ابوها بيقول ايه.
انت عايزنا نحل ازاي لما ابوها ذات نفسه اللي بيقول كده؟ جيت بعد ما ولدت تكلمهم، قال لهم على فكره هي ما كانتش حامل وما ولدتش، وهي اللي بتعمل كده عشان بتحب كريم وعايزه تتجوزه. رد ابو كريم قال له ازاي وفي اختار ولاده جايينا بختم النسر من مستشفى 6 اكتوبر العام. قال له هي مفبركاه لان هي كانت شغاله مع دكتور وعارفه دكاتره كتير هناك، ممكن تعمل اي حاجه. باباكي بيعمل فيكي كده ليه؟ مش عارفه. ازاي؟ اخواتك فين؟ اخواتي موجودين بس اللي هو محدش ليه دعوه بالموضوع. كل يعني عمامي كانوا بيكلموني وعيال عمامي كانوا بيكلموني واقفين جنبي. ابن عمي اللي انا كان عارف بالحوار لما راح له البيت قال له يا عمي حصل 1 2 3 والناس عايزه تيجي وتحل الموضوع. رد ابويا على ابن عمي اللي هو ابن اخوه قال له انت قاعد هناك في مصر بتشتغل هناك وقاعد معاها، احنا في الاخر هيطلع عشان يبعده. عشان يبعده، اي حد كان واقف جنب ايمان هو لازم يشوه صوره ايمان قدامه عشان يبعده.